بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومع درس جديد من دروس شرح رواية واشنطن طريق الشاطبية، نشرحها من المصحف. يشرحها لكم الأخ كمال المروش من المغرب. وقفنا في الحزب 23 من سورة هود، الصفحة رقم 226، الآية رقم 38، قوله عز وجل: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سخروا راء مضمومة قبلها كسر تلقق الراء. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من يأتيه إبدال الهمزة حرف مد. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى مد منفصل في الإشباع. إذا جاء مد متصل في الإشباع. إذا جاء أمرنا همزتان من كلمتان متفقتان في الحركة، متفقتان بالفتح. فالأزرق يبدل الثانية حرف مد بمقدار 6 حركات، أي يسهل الثانية بين، وليس له في هذا الضرب القصر ولا التوسط. قل نحمل، إذا ابتدأ نبتدي بكسر الهمزة، احمل فيها من كل، فقط اختبارا، من كل زوجين اثنين، قرأ نافع فقط بكسر اللام بلا تنوين. إن ابتدأنا زوجين اثنين نبتدئ بكسر الهمزة، اثنين بكسر الهمزة. وما آمن بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة. وما آمن مد منفصل في الإشباع، آمن فيه بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، معه إلا قليل مد منفصل فيه الإشباع. إذن على قصر البدل في الموضعين وما آمن وما آمن لنا في إلا قليل 3 العارض، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في المد العارضي للسكون. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا نبتدئ بكسر الهمزة، اركبوا فيها فقط اختبارا. مجراها قرأ نافع بضم الميم، ومجراها من ذوات الراء تقلل قولا واحدا، ومرساها من ذوات الياء فيها فتح وتقليل، وفيها مد منفصل فيه الإشباع. فعلى الفتح في ومرسها لنا في رحيم 3 العارض، وعلى التقليل بين في ومرسها لنا في رحيم توسط وإشباع. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ونادى وجن فتح وتقليل لأنه مدوت الياء. ونادى نوح ابنه، إن ابتدأ أن نبتدي بكسر الهمزة، ابنه وكان في معزل فقط اختبارا. يا بني قرأ نافع بكسر الياء. يا بني اركب معنا قرأ نافع بإظهار الباء مع الميم، اركب معنا، وطبعا نبتدئ بكسر الهمزة فقط اختبارا. الكافرين التقليل قولا واحدا. على الفتح في ونادى لنا في مع الكافرين 3 العارض، وعلى التوسط وعلى التقليل بين في ونادى لنا في الكافرين التوسط والإشباع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سآوي فيها بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وفيها مد منفصل في الإشباع. من الماء مد متصل في الإشباع. من أمرين نقل حركة همزة إلى الساكنين قبلها.
فعلى قصر بدر في سآوي لنا في من المغرقين 3 العارض، وعلى التوسط في البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض نقل وقيل يا أرض مد منفصل في الإشباع. وقيل يا أرض ابلعي، نبتدئ بكسر الهمزة، ابلعي ماءك فقط اختبارا. ماءك مد متصل في الإشباع، ويا سماء مد متصل في الإشباع، ويا سماء وقلعي همزتان من كلمتان مختلفتان في الحركة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. يقوم الأزرق بإبدال الثانية واو خالصة، ويا سماء وقلعي. وغيض الماء مد متصل في الإشباع. وقضي الأمر نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. واستوت على الجودي إن وقفنا نقف تشديد الياء. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى من ذوات دافع فتح وتقليل. فقال رب، نقف بالباء فليس فيها ياء. إن ابني، نبتدئ بكسر الهمزة، ابني من أهلي فقط اختبارا. من أهلي نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. على الفتح في ونادى لنا في الحاكمين 3 العارض، وعلى التقليل بين التوسط والتوسط الإشباع في العارض. إذن على الفتح في ونادى 3 العارض، وعلى التقليل بين في ونادى التوسط والإشباع في العارض للسكون. هذا ما في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.